ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها فريق من التلفزيون الوطني، وذلك بهدف التعرف والوقوف على التجهيزات المتعلقة بتنظيم امتحانات الشهادة الثانوية العامة دورة يوليو 2018، وعليه فقد وصل الفريق هذه المرة إلى عدد من المؤسسات التعليمية بالعاصمة أنجمنا، حيث لاحظ الفريق الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية تجري على قدم وساق، وأن عملية توزيع البطاقات الممغنطة للمترشحين بدأت منذ 3 أيام في العديد من المؤسسات التعليمية. حاليا قاعدين نجهز تمام للباك، حاليا مستعدين لأي مواجهة. البطاقات حاليا دي لقيناها من أول أمس لقيناها. الحمد لله الذي إني على يوم وقفت وشلت بطاقة حقت البكالوريا، وأنا حاليا مستعدة حتى إني أدخل البكالوريا، وربنا يساعدنا جميعا. هذه البطاقة تسمح للمترشحين بالجلوس في قاعات الامتحانات، والتي تصدرها الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا أونكس، وهي الجهة المعنية بتنظيم الامتحانات والمسابقات العليا في كافة الأراضي الوطنية. وفي سياق متصل، فقد أكد بعض مدراء المؤسسات التعليمية جاهزيتهم لتنظيم الامتحانات في وقتها المحدد رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. كارت بيومتريك جايز يالنا كل بروغرام مكمل الشغل أكار فادل ما فيه لي نرجو باكبر. الطلاب كله في جاهزين للامتحانات، وفي قبول كبير في أخذ البطاقة. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، نحن مستعدين للامتحانات برغم الظروف الصعبة، إن شاء الله ندخل الامتحان. هنا كل صفتنا تربوي، يعني الامتحان ذاته ما عنده عادة، لذلك بدنا نتوم وسايات عشان ما كماش يكون هادي ويكون جاهز للامتحان. هذا ويمكننا القول بأنه يجب على المترشحين الاستعداد النفسي والمعنوي بالشروع في الامتحانات في الوقت المحدد.